عشاق السحر المستديرة في كل مكان، أقدم لكم اليوم موعد مباراة الكلاسيكو بين فريقي برشلونة وريال مدريد في قمة الجولة 36 من الدوري الأسباني هذا الموسم 2018. والكلاسيكو هي المباراة الأهم ليست في أسبانيا فقط ولكن في العالم أجمع، في ظل ما يمتلك برشلونة وريال مدريد من قاعدة جماهيرية كبيرة، لذا يعتبرها البعض منافسة وحدها وبطولة خاصة. تواجه برشلونة وريال مدريد في 236 مباراة في البطولات الرسمية، حيث حقق المرينجي الفوز في 95 مباراة وانتصر برشلونة في 92 لقاء، وكان التعادل نتيجة 49 مواجهة. تواجه برشلونة وريال مدريد في 175 مباراة في الليغا، حيث حقق برشلونة الفوز في 70 مباراة، بينما انتصر ريال مدريد في 72 لقاء وكان التعادل نتيجة 33 مواجهة. بينما تواجه الفريقان في 112 مباراة على ملعب كامب نو، حيث حقق برشلونة الفوز في 61 مباراة، بينما انتصر ريال مدريد في 27 لقاء وكان التعادل نتيجة 24 مواجهة. تقام مباراة كلاسيكو الأرض، كلاسيكو برشلونة وريال مدريد، الأحد 6 مايو 2018 في تمام الساعة 9:15 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والثامنة إلا ربع مساء بتوقيت تونس والجزائر، والحادية عشرة إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات، والعشرة إلا ربع مساء بتوقيت السعودية والعراق والكويت وسوريا، والسابعة إلا ربع مساء بتوقيت غرينتش والمغرب. كما تذاع المباراة على قناة بين سبورت HD1 وبين سبورت HD3، كما يعلق عليها المعلقين رؤوف خليف وخليل البلوشي على بين سبورت HD1 وحفيظ دراجي على قناة بي ان سبورت HD3. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.